الكتلة ترحيبها بالنداء الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة. أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية. أهلا بكم مشاهدينا إلى صباحية من تلفزيون المستقبل، ونعتذر مجددا عن هذا العطل التقني الطارئ. نبدأ النشرة بالعناوين. أبدت الكتلة ترحيبها بالنداء الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة. كتلة المستقبل، احترام الدستور هو المدخل الأساس لتفعيل المؤسسات بدلا من انتخاب رئيس من دون شروط أو قيود. أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية. مجلس الوزراء ينعقد بحضور عوني ويقر تعيينات ويدعم التفاح والقمح. الله أكبر، مجزرة مروية على محمر أطبي. أكثر من 35 قتيلا من الحر هي محصلة التفجير الداعشي في أطمة، وموسكو تهدد باستخدام S-400 في حميميم وطرطوس. دعت كتلة المستقبل إلى وضع حد للتدهور الحاصل في البلد بانتخاب رئيس للجمهورية، وأملت بأن تسهم المشاورات التي يجريها الرئيس الحريري في إزالة الجمود الذي أحاط بملف الرئاسة، مرحبة بنداء المطارنة الموارنة. المشاورات التي يجريها الرئيس سعد الحريري في الداخل والخارج شكلت العنوان الرئيس لاجتماع كتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط برئاسة الحريري وحضور الرئيس فؤاد السنيورة. الكتلة أدانت استمرار التطاول على الدولة والاعتداء على سلطتها والمس بهيبتها وعدم التنبه إلى التداعيات التي تنجم عن عدم التناغم مع الشرعيتين العربية والدولية. توقفت الكتلة عند أهمية المشاورات التي يجريها الرئيس سعد الحريري داخليا وخارجيا، بما يؤمل منه أن يسهم وبشكل جدي في تحريك الركود والجمود الذي أحاط بملف انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا سيما بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف على الشغور في منصب الرئاسة الأولى، وذلك بسبب الموقف التعطيلي الجائر لحزب الله وحلفائه الذي يفرضه على اللبنانيين وبشكل لا يتطابق مع النص الدستوري والنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني. تؤكد الكتلة على موقفها الثابت بأن العودة إلى احترام الدستور هو المدخل الأساس والوحيد لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية عبر البدء بانتخاب رئيس الجمهورية من دون أي شروط أو قيود. أبدت الكتلة ترحيبها بالنداء الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة بالأمس، ولا سيما لجهة ضرورة الالتزام بالدستور وأحكامه وضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعا للبنانيين وقادرا على إنجاز المصالحة الوطنية فيما بينهم طبقا لأحكام الدستور ووثيقة اتفاق الطائف. كتلة المستقبل أثنت على معالجة الحكومة مسألة كساد موسمي التفاح والقمح، مستهجنة عودة بعض الأجهزة الأمنية إلى اعتماد وثائق الاتصال سيئة الذكر من دون سند قضائي وبشكل مخالف للقانون، وطالبت رئيس المحكمة العسكرية الجديد بالإسراع في محاكمة الموقفين الذين مضى على توقيفهم أشهر طويلة من دون محاكمة، مما يلحق الظلم بهم وبأهاليهم. كما كررت الكتلة استنكارها الشديد للعمليات الإجرامية المتواصلة التي ينفذها النظام السوري والميليشيات الحليفة له في مدينة حلب. من جهة أخرى، هنأت الكتلة اللبنانيين عموما والمسلمين على وجه الخصوص بحلول رأس سنة الهجرية، آملة أن تكون السنة الجديدة سنة خير على لبنان والعالمين العربي والإسلامي. مجلس الوزراء انعقد بنصف مشاركة للتيار العوني الذي أعلن أن حضوره في الجلسات المقبلة مرهون بالتعاطي معه على مبدأ الشراكة، وقرر المجلس جملة تعيينات كما قرر دعم قطاعي التفاح والقمح. تقرير شهير إدريس.
جلسة منتجة وإيجابية وأدت إلى لم الشمل. عناوين متعددة أطلقها الوزراء على الجلسة التي ناقشت وأقرت 7 بنود بعد غياب لمدة شهر بسبب تعطيل وزراء التيار الوطني الحر والطشناق وحزب الله والمرد لها، إلا أن عودتهم رسمت منحا جديد لمسار الجلسات، بحيث غاب وزير الخارجية جبران باسيل تاركا للتيار العوني هامشا في حال عدم تحقيق مبدأ الشراكة للعودة عن تصرفاته الإيجابية. هذا ما أكده الوزير الياس بوصعب الذي طرح على طاولة المجلس موضوع الميثاقية وناقشه فيها الوزيران نبيل دفريج وريمو عريجي. ولفت بوصعب إلى أن البت بهذا الأمر لا يتم إلا بالسياسة وليس بالحكومة. حضور اليوم غير مرتبط بأي شيء آخر، يعني اليوم حضورنا مثل ما في جلسة اختبار وما إلى أي دلالات وغير مرتبطة بشيء تاني، لأنه الأجواء إيجابية ولأنه في تفاهمات كثير عم بتصير وما بقى عم يخفي على حدا على التفاهم اللي عم نحكي عنه، حبينا نحن كمان نكون عم نعطي هالرسالة الإيجابية. رئيس الحكومة تمام سلام هنأ الوزراء على العودة لإدارة شؤون الدولة والناس محذرا من تردي الوضعين المالي والاقتصادي، ولافتا إلى أنه طرح قضية لبنان أمام كبار مسؤولي العالم ولمس أن الأوضاع في المنطقة معقدة ومتعثرة ولا نزال بعيدين عن الحلول النهائية مما يستدعي أن نحصن وطننا، كما أمل أن تأتي المبادرات الحاصلة بنتائج إيجابية. وأضاف دولة الرئيس: أليت على نفسي أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية لا عن القضايا السياسية والوطنية، حرصا على عمل المجلس وصونا له بما يمثل من مربع باق من الشرعية اللبنانية. الجلسة شهدت سجالا بين الوزيرين الياس بوصعب وغازي زعيتر على خلفية تعيينات في وزارة الأشغال ومبدأ التوازن في قضية الاستعانة ببعض الأشخاص لشراء الخدمات وملء الشغور عبر مجلس الخدمة المدنية، وعندما ارتفع صوتيهما من دون إذن الرئيس سلام عمد إلى رفع الجلسة وخرج من القاعة لتعود الجلسة وتعقد عقب اعتذار زعيتر ولملمة ما وصفه بوصعب وزعيتر بسوء التفاهم. وفيما أكد معظم الوزراء لدى دخولهم أن لا قرارات أساسية ستتخذ، جرى تمرير سلة من التعيينات كان أبرزها تعيين اللواء حاتم ملاك رئيسا للأركان في الجيش بالأصالة، وتعيين الدكتور فؤاد أيوب رئيسا للجامعة اللبنانية، والقاضي عبدالله أحمد مديرا عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما جرى التمديد سنة إضافية للدكتور معين حمزي كأمين عام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، على الرغم من أن المطلوب التمديد له سنتين، إلا أن الاعتراض على ذلك جاء من وزراء حزب الله. وفي الشؤون الحياتية أقر مجلس الوزراء التعويض عن كل دون من مزروع بالقمح بمبلغ 120 ألف ليرة لهذا الموسم، إضافة إلى التعويض عن كل صندوق سعة 20 كيلوغرام من التفاح بمبلغ 5000 ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين، وأعطى سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية تضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية، وتكليف الجيش اللبناني القيام بمسح لمجمل كميات الإنتاج في كل المناطق اللبنانية. وعقب انتهاء الجلسة وصف الوزير أبو فعور لم الشمل في الحكومة بأنه قد يكون إغراء للوصول إلى رئيس للجمهورية، فيما أكد الوزير نهاد المشنوق أن الصورة تؤكد انتظام عمل مجلس الوزراء، أما الوزير درباس فاعتبر أنها مؤشر لعقد جلسات أخرى. من عين التيني نقل الوزير السابق فيصل كرامي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده الانفتاح على كل الطروحات. كرامي أكد أن التواصل مع الرئيس سعد الحريري لم ينقطع ويجب ألا ينقطع بين كل الأطراف لما فيه مصلحة طرابلس، خصوصا وأن تيار المستقبل لديه حضور في المدينة. وإن شاء الله يعني دولته إيجابي ومنفتح على كل الطروحات، وطبعا الحديث حديث الساعة اليوم هو السلة، ونحن قلنا ونكرر بأن ليس الرئيس بري هو أول من طرح موضوع السلة، وإذا موضوع كلمة السلة زعج البعض يعني فلنسميها تفاهم، ولكن هناك أمور لا تقل أهمية عن انتخاب رئيس الجمهورية وهي طبعا رئيس الحكومة وتشكيلة الحكومة وقانون الانتخابات. هذه كلها أمور يعني نحن بالسابق تاريخيا قضينا وقت كتير لحتى عالجنا هذه الأمور. نحن عم نجرب يعني أو رئيس بري عم يجرب أنه يختصر الوقت بهذه المواضيع، وإن شاء الله يعني حتى هذه اللحظة ما زالت السلة فاضية. يزور وزير المال علي حسن خليل بكرك اليوم موفدا من الرئيس بري لتأكيد التطابق بين ما يطرحه رئيس المجلس وبين ما ورد في نداء مجلس المطارنة الموارنة.
دعت مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن رفاق الشهيد إلى تجنب السقوط في السجلات التي لا طائل منها كونها تسيء إليه وإلى الإنجازات الوطنية التي حققها، مؤكدة الثقة الكاملة بمؤسسة قوى الأمن الداخلي وبصورة خاصة شعبة المعلومات رئيسا وضباطا وأفرادا، وتثمد الحرص على إكمال المسيرة التي خطها الشهيد بدمائه. وفي بيان صادر عنها أعلنت المؤسسة أنه بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ونظرا للظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، سيقتصر إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد اللواء الحسن ورفيق هذا العام على احتفال مركزي يقام في المقر العام بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ويتم تحديد موعده لاحقا. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. إعادة أعمار مخيم نهر البارد باتت وشيكة. أهلا بكم من جديد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن توتر شهدته بلدة سبلين في إقليم الخروب نتيجة إشكال فردي وقع بين أحد عناصر سرايا المقاومة وشخص فلسطيني في منطقة داود العلي، وقد تطور الإشكال إلى تضارب بالأيدي وانتشار مسلح. مطلبيا نفذت اتحادات النقل البري اعتصاما أمام وزارة الداخلية مجددة الدعوة إلى تخفيض المعاينة الميكانيكية، وأعلنت عن قرارها بإقفال مراكز المعاينة بدءا من 17 من الشهر الجاري في حال عدم تلبية مطالبها. أطلقوا أبواق شاحناتهم واعتصموا أمام وزارة الداخلية احتجاجا على ما سموه صفقة المعاينة الميكانيكية، مطالبين بإعادتها إلى كنف الدولة. سائقو الشاحنات والصهاريج القادمون من المناطق كافة قطعوا الطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القوى الأمنية، مما أدى إلى زحمة سير خانقة في الشوارع المحيطة بالوزارة. وإليهم انضم رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدي ونقيب أصحاب الشاحنات شفيق قسيس. صعدت اتحادات النقل من موقفها وأعلنت عن إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من 17 من تشرين الأول إلى أجل غير مسمى. هذا التحرك نحن مستمرين فيه، ولكن أولى هذا التحرك بعنوان وعلى رأس الأهم بهذا التحرك موضوع المعاينة الميكانيكية التي نحن مصرون على إعادتها إلى كنف الدولة إدارة وجباية. وهذا الموضوع عند الدولة اللبنانية، مش أنا، يؤسفنا أنه نقول أنه أنا أبال عم تدافع عن القانون واللازم يطبقوا قانون عم يخالفوا القانون حماية للناس ومصالح الناس واموال الناس والسائقين وحماية للقانون. انا بدي اعلن باسم الزملاء جميعا اعتبارا من 17 مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة نهائيا حتى اشعار اخر وتسوية اوضاعها في مقام مجلس وزراء ومجلس نواب. وكان السائقون العموميون والشاحنات والصهاريج قد سيروا مواكب عند مداخل العاصمة وصولا إلى وزارات الداخلية، كما عمدوا إلى قطع عدد من الطرقات في مناطق لبنانية مختلفة، داعين المواطنين إلى الانضمام إلى التحرك لكون رفع رسوم الميكانيك يطالهم جميعا. استقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه لآخر المستجدات. وكان الحريري قد استقبل السفير البريطاني في لبنان هوغو تشورتر وعرض معه أيضا لآخر التطورات في المنطقة، كما التقى السفير التركي الذي قال إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس الحريري تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز إعادة إعمار مخيم نهر البارد. سلام الذي كان يتحدث في السراي الكبير خلال اجتماع للدول المانحة لإعادة إعمار المخيم عرض لمشاكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكد من جهة ثانية أن الاهتمام باللاجئين السوريين لن يطغى على قضية اللاجئين الفلسطينيين. إن حال الفقر والفاقة التي تعيشها المخيمات هي البيئة المثالية للتطرف والإرهاب، وعليه ندعوكم بإلحاح إلى إيلاء هذا الوضع ما يستحقهم عبر المساعدات والأعمال التنموية التي تساهم في تحرير المخيمات
وأبنائها مما يتهددهم من مخاطر. إن تنظيم فتح الإسلام الذي تسبب بتدمير مخيم نهر البارد لم يكن سوى مقدمة لهذه الموجة القاتلة التي نواجهها معا. لذلك يجب نزع الذرائع من يد الجماعات المتطرفة التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها تارة في الشمال وطورا في مخيم عين الحلوة جنوبا. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. سقوط جرحى في انفجار قرب مركز للشرطة في اسطنبول.